أهلا بكم في هذه التغطية العاجلة. نجح رجال هيئة قناة السويس منذ قليل في تعويم السفينة الجانحة بمياه المجرى الملاحي لقناة السويس على أن تستأنف حركة الملاحة بشكل طبيعي. وكانت ناقلة البترول تبلغ حمولتها 64 ألف طن وطولها 252 متر جنحت في قناة السويس، مما أدى لتوقف حركة الملاحة بمجرى قناة السويس في نطاق محافظة السويس، فيما قامت هيئة قناة السويس بمجهودات لتسيير السفينة وإعادة حركة الملاحة لطبيعتها. مرة أخرى نجح رجال هيئة قناة السويس منذ قليل في تعويم السفينة الجانحة بمياه المجرى الملاحي لقناة السويس على أن تستأنف حركة الملاحة بشكل طبيعي. وكانت ناقلة بترول تبلغ حمولتها 64 ألف طن وطولها 252 متر جنحت في قناة السويس، مما أدى لتوقف حركة الملاحة بمجرى قناة السويس في نطاق محافظة السويس، فيما قامت هيئة قناة السويس بمجهودات لتسيير السفينة وإعادة حركة الملاحة لطبيعتها. قناة السويس هي ممر مائي صناعي بمستوى البحر يمتد في مصر من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ السويس ليصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وهي تفصل بين قارتي أسيا وإفريقيا، وتعد أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي. أيضا هي أكثر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخدام، وتستخدمها السفن الحديثة بكثرة عددية كبيرة لأنها الأسرع والأكثر للمرور من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي، وتمثل الرسوم التي تدفعها السفن نظير عبورها القناة مصدرا هاما للدخل في مصر. مرة أخرى نجح رجال هيئة قناة السويس منذ قليل في تعويم السفينة الجانحة بمياه المجرى الملاحي لقناة السويس على أن تستأنف حركة الملاحة بشكل طبيعي. وكانت ناقلة بترول تبلغ حمولتها 64 ألف طن وطولها 252 متر جنحت في قناة السويس، مما أدى لتوقف حركة الملاحة بمجرى قناة السويس في نطاق محافظة السويس، فيما قامت هيئة قناة السويس بمجهودات لتسيير السفينة وإعادة حركة الملاحة لطبيعتها. مرة أخرى بنتابع مع حضراتكم آخر تطورات ما تم في قناة السويس. يعني نجح رجال هيئة قناة السويس منذ قليل في تعويم السفينة الجانحة بمياه المجرى الملاحي لقناة السويس على أن تستأنف حركة الملاحة بشكل طبيعي. وكانت ناقلة بترول تبلغ حمولتها 64 ألف طن وطولها 252 متر جنحت في قناة السويس، مما أدى لتوقف حركة الملاحة بمجرى قناة السويس في نطاق محافظة السويس، فيما قامت هيئة القناة بمجهودات لتسيير السفينة وإعادة حركة الملاحة لطبيعتها مرة أخرى. نجح رجال هيئة قناة السويس منذ قليل في تعويم السفينة الجانحة بمياه المجرى الملاحي لقناة السويس على أن تستأنف حركة الملاحة بشكل طبيعي. وكانت ناقلة بترول تبلغ حمولتها 64 ألف طن وطولها 252 متر جنحت في قناة السويس، مما أدى لتوقف حركة الملاحة بمجرى القناة في نطاق محافظة السويس، فيما قامت هيئة القناة بمجهودات لتسيير السفينة وإعادة حركة الملاحة لطبيعتها. قناة السويس هي ممر مائي صناعي بمستوى البحر يمتد في مصر من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ السويس ليصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وهي تفصل بين قارتي أسيا وإفريقيا، وتعد أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي. أيضا هي أكثر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخدام، تستخدمها السفن الحديثة بكثرة عددية كبيرة لأنها الأسرع والأكثر للمرور من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي، وتمثل الرسوم التي تدفعها السفن نظير عبور القناة مصدرا هاما للدخل في مصر. وكشف جورج صفوت المتحدث باسم قناة السويس تفاصيل تعويم سفينة بترول قائلا إن سبب جنوح السفينة هو سبب فني متعلق بالسفينة نفسها، موضحا أن هذا أمر يحدث في كل القنوات الملاحية. وأضاف المتحدث باسم قناة السويس في تصريحات لقناة كسرى نيوز أن أي سفينة تعبر قناة ملاحية قد تواجه مشكلة فنية، وكان هناك مشكلة في أنظمة السفينة أدى لانحرافها بالقناة، وتم تعويم السفينة وعادت حركة الملاحة لطبيعتها.
وتابع المتحدث باسم قناة السويس أن شطوح السفينة بدأ منذ 5 ساعات من 7:15 مساء حتى 10:12 بعد حتى 12:10 بعد منتصف الليل، وتم تعويم السفينة وخرجت من مسارها بقناة السويس، وبعدها تبدأ سير باقي السفن. وفي وقت سابق جنحت منذ قليل ناقلة بترول تبلغ حمولتها 64,000 طن وطولها 252 متر في قناة السويس، مما أدى لتوقف حركة الملاحة بمجرى القناة السويس في نطاق محافظة السويس، فيما تقوم هيئة القناة بمجهودات لتسيير السفينة وإعادة حركة الملاحة لطبيعتها مرة أخرى. دي كل التفاصيل الخاصة بالسفينة التي جنحت وتم تعويمها منذ قليل في قناة السويس. بنشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في تغطيات جديدة هنقدمها لكم من تلفزيون اليوم 7.